عندي كلام مهم جدا بقى على المنتخبات المشاركه في كاس الامم قبل ما اطلع لفاصل، لان الاتحاد الافواري واللجنه المنظمه عملت جدول مميز جدا بصراحه عن توقيت وصول كل المنتخبات المشاركه في كاس الامم الافريقيه. بدايه المنتخب الايفواري اللي كان عامل معسكر في سان بيدرو، ثم اتجه بعد ذلك الى العاصمه الايفواريه ابيجان. قدامكم على الشاشه ده جدول اللجنه المنظمه على فكره نشرته عبر حساباتها تحديدا في اكونت او في منصه اكس من امبارح، شايفين كل التوقيتات المتعلقه بوصول المنتخبات. بصوا كده على الجدول لو تلاحظوا المنتخبات المشاركه في لون لكل مجموعه، يعني المجموعه الاولى فيها الكوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائيه غينيا بيساو، ودي هتلعب في ابيجان. المجموعه الثانيه ايضا في ابيجان، قدامنا منتخب مصر وغانا والراس الاخضر وموزمبيق. المجموعه الثالثه في ياماسوكرو، ودي العاصمه الاداريه للكوت ديفوار، السنغال، الكاميرون، غينيا وجامبيا. المجموعه الرابعه في مدينه بواكي، فيها منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وانجولا. المجموعه الخامسه في مدينه كورهاجو، وفيها منتخبات تونس ومالي وجنوب افريقيا وناميبيا. المجموعه السادسه في جنوب غرب كوت ديفوار في مدينه سان بيدرو، دي مدينه ساحليه فيها منتخب المغرب والكوت ديفوار والكونغو الديمقراطيه وزامبيا وتنزانيا. لو تبصوا كده على مجموعه مصر، منتخب مصر تاريخ المغادره غدا 9 يناير في رقم الرحله، توقيت الوصول الساعه 8 بتوقيت الكوت ديفوار، الساعه 8 بتوقيت الكوت ديفوار. كمان الحاجة اللي لافتة للنظر ان عدد افراد البعثة اللي هتكون مع منتخبنا الوطني 60 فرد، والوزن الحمولة الخاصة ببعثة منتخبنا الوطني في هذه البطولة ورحلة الطيران هيكون حوالي 7000 كيلو. وبالتالي لما تيجي تبص على الارقام اللي قدامكم دي، على فكرة تقدر تقول ان منتخب مصر ثالث اكبر البعثات من حيث عدد الافراد اللي موجودة مع المنتخب في الفترة اللي جاية. لان لو نبص على المنتخبات هتلاقي مثلا في منتخب معاه 65 فرد، ده منتخب الجزائر. في منتخبات اقل من منتخبنا الوطني، اقل المنتخبات المشاركه وعدد الافراد اللي معاها 37 فرد ده منتخب موزمبيق. لو تنزل تحت في الجدول هتلاقي مثلا منتخب جنوب افريقيا 48 فرد في البعثه الرسميه، في مثلا 60 فرد في منتخب المغرب، يعني المغرب ومصر زي بعض 60 فرد بس في البعثه الرسميه. مين اكتر منتخب معاه بعثه وقوام البعثة من عدد الأفراد؟ منتخب غينيا الاستوائية 70 فرد، ده أكبر منتخب مسافر بعدد أفراد في البعثة الرسمية. ولكن في حمولة البعثة بقى، أنت عارف مسافر دولة إفريقية أكيد واخد معاك تغذية وأكل وحاجات إن شاء الله بإذن الله تقعد لغاية آخر يوم في البطولة. فتلاقي منتخب مصر يعني تاني أكتر منتخب في الحمولة اللي مسافر بيها من القاهرة إلى أبيجان 7000 كيلو. مين اكتر منتخب واخد معاه حموله كبيره؟ منتخب الكاميرون 8000 كيلو. ده معلومات على فكره يعني بتديك مدلول كل منتخب بيفكر ازاي هيسافر امتى الكلام ده كله. منتخب المغرب اول منتخب وصل الى الكوت ديفوار، يليه منتخب غينيا الاستوائيه. طب لو تبصوا بقى على مواعيد السفر، يعني منتخب مصر هيسافر يوم 9 يناير بكره الثلاث. مين بكره مسافر في نفس التوقيت؟ السنغال مسافر بكره مع منتخبنا الوطني، يبقى بكره في السنغال ومصر وموزمبيق. الثلاثه هيسافروا بكره من دولهم عشان يوصلوا الى الكوت ديفوار. طيب في منتخبات هتسافر في اليوم التالي يوم 10، يوم 10 منتخب النيجر نيجيريا، منتخب غينيا بيساو، منتخب الجزائر، منتخب جامبيا، منتخب ناميبيا، دول هيسافروا يوم 10. يوم 11 في منتخب جنوب افريقيا، في منتخب انجولا، في موريتانيا، في الجزائر، قصدي سوري في انجولا، انجولا هيسافر على دفعتين على فكره، يعني منتخب انجولا هيسافر على رحلتين مش رحله واحده. اكيد في منتخبات ممكن ما يكونش عندها قدره ماليه تسافر بطياره خاصه، فطبقا طبعا لحجوزات الطيران فكل منتخب هيسافر طبقا لظروفه. دي نقاط مهمه جدا تتعلق بالمنتخبات المشاركه، هيسافروا امتى، قوام كل بعثه قد ايه، مين أكتر منتخب معاه قوام بعثة رسمية، مين أقل منتخب مسافر بعدد أفراد. أنا شفت منتخب 37 فرد، يعني 37 فرد منتخب موزمبيق، يا دوبك يعني بنتكلم على 25-26 لعيب وجهاز فني وإداري ورئيس بعثة بس. لكن المنتخبات العربية هي أكتر المنتخبات اللي فيها عدد قوام كبير من 60-65-70، دي المنتخبات العربية ما بين تونس والجزائر
والمغرب. تونس على فكرة 60 زي منتخب مصر زي ما قلت لحضراتكم. عموما دي كانت نقاط مهمة جدا بخصوص سفر منتخبنا غدا إلى الكوت ديفوار.